السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف امتى الفلو يبقى يونيفورم او نان يونيفورم. واول حاجة هكلمك على يونيفورم فلو. كلام كويس. احنا طبعا الفيديو اللي فات عرفنا امتى السرعان يبقى استدي او ان استدي فلو. فالفيديو ده عرفك برضو زي ما انا قلت لك كده، يا اما السريان يونيفورم او نون يونيفورم فلو. فاول حاجه هنعرف امتى السريان يبقى يونيفورم فلو. يبقى يكون السريان يونيفورم فلو عندما تكون سرعه السريان ثابته خلال مسافه معينه، وكذلك عمق السريان. يعني يترتب على ذلك ان لا تتغير خصائص السريان بتغير المكان. لا، يبقى بكل بساطة تاني، يبقى السريان المنتظم يونيفورم فلو هو السريان الذي يكون فيه خصائص السريان، وخصائص السريان دي طبعا بتشمل ارتفاع، بتشمل سرعة، اي خاصية للسريان كلمة خصائص السريان دي بتشملها. تمام. يبقى السريان المنتظم يونيفورم فلو هو السريان الذي يكون فيه خصائص السريان ثابتة خلال مسافة معينة وفي اللحظة الزمنية نفسها. تمام. علشان كده الدي في اباف الدي اس بتساوي زيرو، اند الدي واي اباف الدي اس بتساوي الزيرو. طب السريان لما يكون نون يونيفورم فلو، تمام، بنعرفه ازاي او بينطبق عليه انهي شروط؟ يكون السريان نون يونيفورم فلو عندما تتغير سرعه السريان من مكان لاخر، وكذلك يتغير عمق السريان. يبقى بكل بساطة السريان أو الجريان أو الجريان الغير منتظم وفيه تتغير، يبقى فيه تتغير خواص السائل أو تتغير الخصائص مع مسافة السريان في اللحظة الزمنية نفسها. يبقى أنت كده هتلاحظ إن أنا هنا قلت لك إيه؟ إن الدي فاي أباف الدي إس لا تساوي زيرو. طب الدي فاي اباف الدي اس ده دي بتشير لايه او معناها ايه؟ تعني ان مشتقة الخاصية بالنسبة للمسافة لا تساوي صفر. يبقى اللي انت تعرفه ان الفاي دي خاصية السريان. خاصية السريان يعني ايه؟ يعني الفاي دي بتشير للسرعة والعمق الى اخره من الايه، من الخصائص. كلام كويس. يعني بدل ما اقول لك الدي في باي او اباف دي اس بتساوي لا تساوي زيرو، والدي واي اباف الدي اس لا تساوي زيرو، لا قلت لك الدي فاي اباف الدي اس لا تساوي زيرو. زي ما انا قلت لك ان الفاي ديت هنا معناها ان مشتقة الخاصية بالنسبة للمسافة لا تساوي صفر. اي خاصية هنا بقى للفلو او بتنطبق على الفلو. تمام. عرفنا. يبقى نعرف برضو ان الاس ديت المسافة بين مقطعين في الجريان او في السريان. الاس المسافة بين مقطعين في السريان. تمام. يبقى نطلع من فيديو النهاردة بالكلمتين البساط اللي قلناهم دولت، وتبقى كده انت عرفت ان اليونيفورم اند نون يونيفورم فلو ده بيعتمد اعتمادا على السبيس. تمام. تابعني الفيديو اللي جاي عشان ما نطولش على حضراتكم، هنكمل باقي التصنيفات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.